بسم الله الرحمن الرحيم. هنقوم إن شاء الله ببعض أسئلة سألتموها، وأقوم إن شاء الله بإجابة هذه الأسئلة. السؤال الأول: ما معنى التقوى؟ الحقيقة أن هذا سؤال هام جدا وطرحه واجب. فنقول أن التقوى كما قال الغزالي مثلا: كنز عزيز لئن ظفرت به كم تجد من جوهر شريف وخير كثير ورزق كريم وفوز كبير وغنم جزيم وملك عظيم، فكأن خيرات الدنيا والآخرة جمعت فجعلت تحت هذه الخصلة الواحدة التي هي تقوى الله. تعالوا نتأمل في معاني القرآن للتقوى لنتعرف أكثر على التقوى. التقوى هي أهل التقوى هم ملوك الدنيا، وهم أيضا ملوك الآخرة، بل أنهم أهل السعادة الحقيقية والشرف العظيم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في سورة طه 132: والعاقبة للتقوى. وقال الله جل وعلا في سورة الزخرف: والآخرة عند ربك للمتقين. إذن التقوى هي أعز كنز يظفر به العبد في الدنيا والآخرة، بل إنها خير كثير ورزق كريم وفوز كبير وغنم جسيم وملك عظيم، فهي خيرات الدنيا والآخرة، هي خيرات الدنيا والآخرة. نقول الآتي: كيف نتقي الله جل وعلا؟ كيف نتقي الله جل وعلا؟ ذكرت في كتاب التقوى الدرة المفقودة والغاية المنشودة أن هناك خمس وسائل لوصول إلى تقوى الله جل وعلا. سأحاول جاهدة أن أكتب معكم لنقوم معا بنقلها إن شاء الله. نقول: التقوى تحتاج إلى خمس وسائل. يبقى نقول خمسة وسائل. لنرى معا خمس وسائل لتحقيق التقوى. الأولى: محبة الله عز وجل. يبقى الأولى: محبة الله عز وجل، هذه الأولى. الثانية: استحضار المراقبة والحياء. يعني أقول دائما لنفسي أن الله عز وجل يسمع ويرى، فأستحي أن أعصي الله عز وجل. لتأتي الثالثة: معرفة ما في طرق الحرام أو طريق الحرام من شرور وألام، من الشرور والآلام. الأمر الرابع: بيان كيف تغالب هواك، كيف تغالب هواك، سنقوم بشرح ذلك. وتطيع مولاك، هو سؤال حقيقي جميل وهام جدا، وسنقوم بحفظه إن شاء الله لكي نستفيد من الوقت المتمم.
الأمر الخامس وهو مهم جدا، معرفة مكايد الشيطان. مكايد الشيطان والحذر من وساوسه، وساوسه ودسائسه، ودسائسه. هذه هي الخمس نقاط في خمس وسائل لبيان كيف نتقي الله عز وجل بذكر خمس وسائل. الوسيلة الأولى محبة الله عز وجل، لابد أن أنا أعرف محبة الله عز وجل أصل إليها من معرفتي بأسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، وأنه وحده الذي يحب ولا يحب دونه، وأن ما سوى الله يحب لغيره، أي اللي بحب فول أيا كان نوع الحب بحبه لله، أما الله وحده هو الذي يحب لذاته. محبة الله عز وجل ستأتي بالنقطة الثانية وهي المراقبة والحياء. لابد من أن أراقب الله في كل ما أفعل وأن أكون على حياء منه أن أعصيه. ثم لابد من معرفة ما في طريق الحرام من شرور وألام، وأيضا لابد لهذه النفس الأمارة بالسوء من أن أغالب الهوى وأطيع المولى جل وعلا. وأعلم أن للشيطان مكائد، لابد لهذا الشيطان في مكائده أن أحذر هذا الشيطان من الوساوس والدسائس التي يقوم بها الشيطان دائما لكي يبعد العبد عن ربه. يبقى لابد من معرفة مكايد الشيطان والحذر من وسوسة الشيطان ودسائسه. إذن هذه خمسة وسائل، خمسة وسائل لبيان كيف نتقي الله جل وعلا، كيف نتقي الله عز وجل خمسة وسائل لبيان كيف نتقي الله عز وجل، لبيان كيف نتقي الله عز وجل. الحديث عن التقوى طويل ويحتاج من في كل مرة أن نرجع إلى معلومات، وسنقوم بدراسة نقاط منها من كتاب التقوى الدرة المفقودة للشيخ أحمد فريد. كتاب التقوى الدرة المفقودة للشيخ أحمد فريد. في هذا الكتاب سنتعرف على أمور كثيرة تتعلق بالتقوى، ولكن لتبيان نقط ضئيلة بالنسبة للسؤال لكي يتم لنا حصول بعض من الفائدة في السؤال الذي سئل، نقول أن المعنى اللغوي للتقوى هي من قال في المصباح وقاه الله السوء، فالوقاية من الحفظ. يبقى المعنى اللغوي، المعنى اللغوي من اللغة أن الوقاية من الحفظ، الوقاية من الحفظ، ده المعنى اللغوي من اللغة. فوقاه الله أي
حفظه. المعنى الشرعي، المعنى الشرعي اختلف العلماء في تعريف التقوى، ولكن سنقول بعض التعريفات الهامة المعروفة، منها قول الحافظ ابن رجب رحمه الله، حنقول أقوال منها. الحافظ ابن رجب، الحافظ ابن رجب قال الحافظ ابن رجب: أصل التقوى أن يجعل العبد بينه، أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره، يخافه ويحذره، وقاية تقيه منه. مرة أخرى، المعنى الشرعي أقوال، منها قول الحافظ ابن رجب إن أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره، شيء أخافه وأحذره أجعل بيني وبينه وقاية تقيه منه. إذن تقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه، يجعل وقاية تقيه من ذلك. ما هي الوقاية؟ أن يفعل الطاعات ويجتنب المعاصي. وهذه التقوى طارة تضاف إلى اسم الله عز وجل، كما قال تعالى في المائدة 96: واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، في الحشر آية 18. إذا أضيفت التقوى إلى الله جل وعلا، معناها أن نتقي سخطه، أن نتقي غضبه، وهو أعظم ما يتقى. إذن أعظم ما يتقيه العبد أن يتقي غضب الله وسخطه، لأن على أساس الغضب والسخط من الرب، السخط الله عز وجل وغضبه، ينشأ عليه العقاب الدنيوي والأخروي، لقوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، في آل عمران 28. قال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، في سورة المدثر 56، أي أنه سبحانه وتعالى أهل أن يخشى، أهل أن يهاب، أهل أن يجل، أهل أن يعظم في صدور العباد فيعبدوه ويطيعوه لما يستحق الله جل وعلا من الإجلال والإكرام، ومن صفات الكبرياء والعظمة وقوة البطش. هذه إذا أضيفت التقوى إلى الله جل وعلا. في بعض أوقات أخرى تضاف التقوى إلى عقاب الله، أو إلى مكان العقاب الذي هو كالنار مثلا، أو إلى زمان كيوم القيامة، بقوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، في آل عمران 131، أو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، في البقرة 24، أو قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، في البقرة 281، كما قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، في البقرة 48. يدخل في التقوى الكاملة أن نفعل الواجبات وأن نترك المحرمات والشبهات، وربما يدخل فيها بعد ذلك أن نفعل المندوب ونترك المكروه. نكتفي بهذا القدر لنكمل مرة أخرى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.